عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم كيما عودتكم باش نعملو تكنيك جديدة متاع سويرلز متاع صابون. دونك لهنا انا حضرت الباتش متاعي، فيه اورنج اسنشال اويل، ولهنا حضرت الملونات متاعي اكتيفيتد شاركو فحم مفعل، كايولين بلاي وردي، كايولين بلاي بنفسجي. دونك توا باش نقسم الباتر متاعي واحد للبنفسجي واحد للوردي. هذا الوردي باش يكون اكثر برتقالي من بعض، لانه لون الصابون كيما تراو لونه اصفر من الاورنج اسينشال اويل. لون البرتقال يحول لون الصابون الى اصفر مائل الى البرتقالي. دونك توا باش نبدا نخلطهم من الأفتح إلى الأغمق. باش ناخو قمصان فانل بيتشر هذا باش نخليه باللون العادي. دونك توا عندي اربع الوان. توا المختلف على الطرق الاخرى اني باش نصب الالوان هذوما بالواحد بالواحد في دش كبير، في معون كبير كيف ما هذا، باش نبدا نصبهم بالواحد بالواحد باش نعمل بهم دوائر. نفس التكنيك اللي عملناها في القالب متاع الصابون، لكن هذا باش نعملوه في وسط معون اخر. نقرب شويه باش خليكم تراو. دونك هذا توا خاطر بدا يجمد، دونك انا باش نصبو لهنا. كيما تراو هكا باش نعاود نحضر النص الاخر بنفس الطريقه. كيما تراو لهنا فما الوان مخلطه لكن مش مخلطه برشا. دونك نواصلو بنفس الطريقه، ما لازمني نحرك الالوان متاعي. فوالا نتقابلوا بعد 24 ساعة باش نقصوا.
هذايا توا بعد 48 ساعة، لأنه بعد 24 ساعة لقيتو مازال طري، دونك توا هاكا شاد روحو. دونك توا باش نبداو نقصو. شو رايكم؟ طب هذه تكنيك سهله برشا، ما تاخوش برشا وقت. فوالا، دونك ان شاء الله تكون التكنيك نتاع اليوم عجبتكم، ان شاء الله تكونوا استنفعتوا بالفيديو. شكرا على المشاهدة، واذا عندكم اي استفسارات ولا اقتراحات حطوهم لي في التعليقات اللي تحت الفيديو. نتقابلوا في فيديو المرة الجاية ان شاء الله. باي باي.